الشرقية ناخذكم إلى جولتنا في إيفنت السعودية، حيث أصبح القط الصحراوي هدافاً على أتم الاستعداد لانطلاق رحلته الكروية بعد إعلانه تميمة رسمية لكأس العالم للأندية السعودية فيفا 2023، والتي تجري منافساتها بين 12 و22 من ديسمبر، إذ سيحظى بحضور بارز على كافة المنصات الإعلامية وعلى الأرض في مدينة جدة قبل انطلاق البطولة وخلالها. الزميل عبد الله تيمور حضر هذا التدشين في منطقة البلد التاريخية في جدة وقدم لنا هذا التقرير، نتابع. مشاهدينا الكرام، من برحة الهزازي في جدة التاريخية يتم تدشين تميمة كأس العالم للأندية واللي راح تستضيفها جدة. اليوم تشهد المملكة العربية السعودية التميمة الخاصة بانطلاقة بطولة الأندية كأس العالم، وهذه صراحة يعني حدث تاريخي يضاف إلى سجلات المملكة العربية السعودية في الفعاليات والمهرجانات العالمية، وهي إن شاء الله حتكون مقدمة أو بروفة لاستضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم للمنتخبات، ونتمنى إن شاء الله يحقق نادي الاتحاد يعني مراكز متقدمة في هذه البطولة ويضيف للسجلات المملكة العربية السعودية في الإنجازات والمحافل الدولية والعالمية. المملكة العربية السعودية أصبحت موطن للفعاليات والأنشطة في مختلفة الثقافية والرياضية، ولا سيما استضافة كأس العالم للأندية والحدث الفريد من نوعه في مدينة جدة، استضافة مهمة وذات رائد رياضي وثقافي واقتصادي وسياحي. حدث تاريخي، حدث عالمي بقيادتنا الرشيدة الأمير الطموح محمد بن سلمان، الحمد لله ما حرمنا من أي شيء. جبنا الكأس العالم للأندية لأن عندنا، وإن شاء الله كأس العالم كمان حيجيبه لأن عندنا بإذن الله تعالى. حدث يلفت الأنظار، حدث جميل، نتمنى التوفيق لفريق الاتحاد اللي مشارك في المباريات. استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم للأندية وفي جدة هو امتداد لرؤية المملكة الطموحة 2030 باستضافة البطولات العالمية والأحداث والفعاليات الضخمة. ولكن هل سيكون نادي الاتحاد هو أول بطل سعودي يحقق كأس العالم ومن السعودية؟ لقناة السعودية عبد الله تيمور، جدة.